مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم فيه عن اخر اخبار عالم الام سي يو اللي هي لسه نازله اليومين اللي فاتوا، ومن غير كلام كتير يلا نبدا الفيديو. واول تسريب معانا بيقول ان هي الشخصيه بتاعت ذا سنتري اللي هتظهر في خلال فيلم ثاندر بولتس، الشخصيه دي هتكون عضو عادي مع الفريق، وبعد كده هنلاقيه ان هو بيسمع اصوات، وبعد كده هيفقد عقله وهيخرج بعد كده من الفريق بتاع ثاندر بولتس، وبعدها المفروض عليهم ان هم يوقفوه باي طريقه تكن وباي ثمن. وزي ما قلت في الفيديوهات بتاعت الاخبار اللي فاتت، فالمفروض ان الشخصيه دي الشخصيه بتاعت فال هي اللي هتعملها، شخصيه فال هي اللي هتخلق الشخصيه بتاعت ذا سنتري. التسريب اللي بعد كده بيخص برضو الفيلم بتاع ساندر بولتس، وعلى حسب ما اتقال في خلال التسريب فالمهمه بتاعت الفريق هتكون مهمه سرقه، ولكن الجديد اللي اتقال دلوقت ان هم هيسرقوا معدن الادمانتيوم، ولكن مش معدن الفايبرينيوم. ولو انت مش واخد بالك ففي فرق بين الاثنين، اللي مش عارف فالفايبرينيوم المفروض ان هو بتاع واكاندا وبتاع برضو الشجره بتاعت اللوكان زي ما احنا شفنا في واكاندا فور ايفر، اما المعدن بتاع الادمانتيوم فدوت اللي كان موجود في الافلام بتاعت الاكس مان واللي اتحقن بيه لوجان او وولفرين. حتى كمان الحديد اللي بيخرج من وولفرين هو ده معمول من الادمانتيوم. والمهم على حسب اللي اتذكر في خلال التسريب ان هم هيسرقوا المعدن بتاع الادمانتيوم من سيليستيال اسمه تيما موت، واللي اتذكر نصا عن السيليستيال دوت ان هو اسمه تيما موت وجسمه اتحول لجزيره، وبعدين هنفهم ان هي الجزيره دي هتتعرف لينا قدام باسم جينوشا، ودي على حسب الكوميكس فهي موطن من مواطن الميوتنتس او المتحولين، وطبعا ميوتنتس او متحولين فانت كده عندك الاكس مان. وانا بالنسبه لي من دلوقتي بقول ان هو الحوار تقريبا هيبقى ليه علاقه بلوجان بشكل كبير، وكذلك برضه ممكن يكون ليه علاقه بماجنيتو، خصوصا انت عندك هيو جاكمان قال ان هو هيرجع بالدور بتاع ولفرين تاني، وعندك اليزابيث اولسون اللي بتلعب الدور بتاع سكارلت ويتش كانت بتلمح كتير على انها نفسها تشوف ماجنيتو جوه العالم بتاع الام سي يو والنسخه بتاعت مايكل فيسبندر. فتقريبا كده الحوار كله مترتب لزور الشخصيتين دول. عندنا بعد كده ممثل ايسان هوك اتكلم عن رجوعه تاني للعالم بتاع الام سي يو، وقال انا بجد مش عارف، ولكن في حاجات كتير جدا انا عاوز اعملها بس خارج مارفل. عندنا بعد كده المخرج جيمس جون صرح وقال ان هو مش كل الجارديانز هيرجعوا تاني في الام سي يو بعد فيلم جارديانز اوف ذا جالاكسي فوليوم 3، وكتوقع مني انا حاسس ان هو دراكس هيموت وجمورا ممكن ترجع النقطة اللي اتاخدت فيها في خلال الزمن تاني، وكذلك برضو عندي احساس تاني ان يامانتس ممكن تموت في خلال الفيلم، لان الصراحه انا شايفها ان هي ما عندهاش اهميه كبيره قوي، وغير كده هيبقى ايه اهميتها في الاعمال اللي جايه زي سيكريت وورز وكانج داينستي. وحتى كمان نيبيولا برضو نفس المشكله، حاسسها ان هي عامله زي بلاك ويدو بالظبط، ما فيش اي حد بتضربه غير بمسدسات. عندنا بعد كده اشاعات بتقول ان هو فيلم سبايدر مان 4 لتوم هولاند هينزل في الفتره ما بين 2024 و2025، وعلى حسب توقعي الشخصي فحاسس ان هو فعلا الكلام ده ممكن يطلع صح، لانك انت المفروض هتكمل في الفتره ما بعد سبايدر مان نو هوم، وده على حسب كلام كيفن فاجي. عندنا بعد كده المخرج رايان كوجلر صرح على ان الخطه الاصليه لفيلم بلاك بانثر وكاندا فور ايفر كانت المفروض هتكون مركزه على تتشالا وعلاقته بابنه، وده لانه المفروض ان هو اختفى وانفصل عنه في الفتره اللي هي بتاعت البليب في خلال فيلم افنجرز انفينيتي وور، والمفروض ان هو كان مخطط لعيد ميلاد ابنه الثامن ان هو هيعمل له الطقوس في البريه، ولكن وقتها كنا هنشوف ان هو في مشكله هتحصل وتتشالا هيبقى لازم ان هو ينقذ العالم وهو شايل ابنه. عندنا بعد كده ممثل دون تشادل صرح من فتره عن الشخصيه اللي اداها في العالم بتاع الام سي يو واللي هي باسم رودي، وقال ان انا مش بشتكي ولا حاجه، ولكن فعلا ما فيش حد تعمق في الشخصيه بتاعت رودي في العالم بتاع الام سي يو، واعتقد ان احنا مش عارفين اي حاجه عن الشخصيه دي. عندنا بعد كده منتج من منتجين مارفل اسمه نيت مور اتكلم عن المخرجين الجدد اللي هينضموا للعالم بتاع الام سي يو، وقال ان هما كشركه مارفل بيدوروا على المخرجين الجدد دول في حاجتين بالظبط، اول حاجه هل اعمالهم كانت كويسه وعجبت الناس قبل كده ولا لا، والحاجه الثانيه هل هما متحمسين لصنع الفيلم اللي هما عايزين يعملوه. وانا عن نفسي بعد الكلام ده ما قريته حسيت ان هو الكلام كله على الروسو براذرز. لو هنتكلم من ناحيه الاعمال اللي عملوها مع شركه مارفل فهم عملوا احسن عمل وكل الناس متفق عليه واللي هو الفيلم بتاع افنجرز اند جيم، فهل اعمالهم كانت كويسه؟ ففعلا كانت كويسه وعجبت وراضت كل الناس. بالنسبه للحاجه التانية واللي هي هل هم متحمسين لصنع الفيلم اللي هم عايزينه، فهم فعلا متحمسين للفيلم بتاع السيكريت وورز. هتقول لي عرفت منين؟ هقول لك ان هو الكلام ده انا قلته من السنه اللي فاتت تقريبا، ان هو الروسو براذرز طلعوا وقالوا ان هو بعد نجاح الفيلم بتاع افنجرز اند جيم هم مش هيشتغلوا مع مارفل تاني غير في الفيلم الوحيد اللي هم عايزينه واللي هو الفيلم بتاع افنجرز سيكريت وورز، وهيبقى ساعتها الفيلم بيتكلم عن السيكريت وورز القديمه اللي هي بتاعت 1984، ولو مارفل هتوافق فكان بها هيشتغلوا على الكوميكس دي، ولو مش هتوافق فخلاص هم مش هيشتغلوا معاهم. هم بنفسهم قالوا الكلام ده بعد فيلم افنجرز اند جيم، انت متخيل المده ومتخيل برضو الحماس بتاعهم؟ وحتى كمان في خلال الكلام اللي كانوا قاعدين بيقولوه في حاله انهم هيعملوا الفيلم ده فهم عندهم افكار وتخيلات للحاجات اللي هيعملوها جوه الفيلم. وانا على رايي الشخصي انا عايزهم ان هم يخرجوا السيكريت وورز تاني، لان انا متاكد ان هم لو عملوها هيجيبوا دكتور دوم هو الفيلن جوه الفيلم وهيمشوا على كل اللي حصل في الكوميكس نصا، ويمكن برضه الله اعلم تكون مارفل متفق معاهم ان هم فعلا هيخرجوا الفيلم، ولكن هم مش عايزين يعرفوا الناس عشان ما فيش حد يبقى عارف ايه النهايه اللي هتحصل، او حتى عشان يخلونا ان احنا مقتنعين ان هو كانج اللي هنشوفه في خلال السيكريت وورز. التسريب اللي بعد كده بيقول ان هو ممثل ماني جاسينتو هيلعب دور مهم في خلال المسلسل
مسلسل دير ديفل بورن جين. عندنا بعد كده ممثل دانيال كودمور صرح ان مارفل لو عايزاه ان هو يرجع للدور تاني بتاع كولوسوس في خلال فيلم افنجر سيكريت وورز، فهو بالتاكيد هيرجع وما عندوش اي مشكله وهيعمل نفس الدور القديم، يعني من الاخر كده هو موافق. وبالنسبه للناس اللي مش عارفه، فده هو كولوسوس اللي ظهر في خلال الاكس مان، ولكن مش هو اللي ظهر في خلال ديدبول. وغير كده حاسس ان هو الحوار تقريبا ملعوب، يعني اشمعنى افنجر سيكريت وورز؟ طب ما انت كان ممكن تقول اي مشروع تاني، او حتى كمان تقول الام سي يو تسكت. فحاسس كده ان هو تقريبا اتفق فعلا مع مارفل والدنيا بقت زي الفل. الخبر بعد كده بيقول ان هو مسلسل وندر مان هيتصور السنه اللي جايه في خلال 4 شهور، وزي ما قلت هيكون بطوله يحيى عبد المتين. التسريب اللي بعد كده بيقول ان هو في خلال فيلم جاردينز اوف ذا جالاكسي فوليوم 3 هنشوف ان روكيت ما زال ان هو عايش ومش هيموت جوه الفيلم، وهيقود الجارديانز لحد نهايه الفيلم، ولكن اللي هيموت هيكون هو دراكس. وذكر كمان ان هو بيتر كويل هيسيب الجارديانز ولكن مش هيسيبهم ويموت، يعني من الاخر كده زي ما نقول ممكن يكون هيخرج عن الفريق. وتذكر كمان ان هي الجاموره هتكمل مع فريقها الخاص لوحدهم، وهنا واضح ان هو الكلام تقريبا مش على الجارديانز بل على فريق تاني الجاموره. هل ناس من نفس العرق بتاعها، ولا ناس هي جابتهم مثلا صحابها او كده؟ يعني قصدي هل هي عملت فريق خاص بيها؟ فالكلام ده مش واضح خلال التسريب. وتذكر كمان ان هو ده مش هيكون اخر فيلم للجارديانز، وكمان مش هيبقى احسن فيلم للجارديانز بالنسبه للناس اللي هتدخله. ومعرفش ليه عندي احساس كده ان هو جيمس جون قبل ما يروح دي سي تقريبا كده هو عك في الفيلم ده عك كبير جدا، ربنا يستر والكلام ده في الاخر ما يطلعش ان هو صح. عندنا بعد كده تسريب للقصه بتاعت فيلم ذا مارفلز، واتذكر فيها ان هي كارول دينفرز اللي هي اي كي اي او معروفه باسم كابتن مارفل استعادت هويتها من طاغيه الكري وانتقمت او خدت حقها من السوبريم انتليجنس، ولكن ظروف غير مقصوده هتخلي كارون شايله حمل الكون كله لما يكون من واجباتها ان هي تتبعت لثقب دودي شاذ، وهيكون الثقب الدودي ده مرتبط بالثوره بتاعت الكري، وهنشوف ان قوتها هتتشابك مع قوه واحده تانية معجبه بيها من جيرسي وهي كمالا خان او المعروفه باسم ميس مارفل، وكمان برضه هتتشابك مع القوة بتاعت مونيكا رامبو، ومع بعض هيتعلموا العمل الجماعي والعمل الصحيح، وهيقدروا مع بعض ان هم ينقذوا الكون بدور الخوارق. ايه شغل فتيات القوة ده؟ انا مش فاهم، ويعني ليه برضه تلاتة؟ يعني انا مش فاهم مش معنى التلاتة، ولا هو عشان نقلد اي عمل قديم وخلاص؟ تقريبا كده هيقلدوا برضه سبايدر مان نو هوم وثري ذا ماجيك نمبر والكلام ده كله اللي احنا شفناه. وكويس ان انا افتكرت النقطة دي عشان لو في حد افتكرني غلط او كده. الفيلم بتاع ذا مارفلز شخصيا انا مش حابه، الشخصية نفسها بتاعت كابتن مارفل انا مش حاببها، وحتى كمان كمالا خان اللي هو المسلسل بتاع ميس مارفل من اوله لاخره شفته ان هو برضه ملوش اي لازمة. الكلام ده زي ما قلت هو كلام شخصي، انت عندك رأيك، عاجبك المسلسل عجبك الفيلم عجبك الافلام اللي هتنزل ليهم مفيش اي مشكله، ولكن انا بالنسبه لي رديت وقلت ان هو الكلام ده عن نفسي، زي ما كل واحد فيكم ليه راي انا كمان ليا راي، بس حبيت ان انا ارد عشان نفس الكلام ده اتقال برضو ساعه الحلقه الاخيره من مسلسل ميس مارفل لما جيت عشان احلل البوست كريت سين، لان انا قلت البوست كريت سين من هنا ولقيت ان في ناس بتهجم عليا عشان انا ما بحبش ان واحده تخرج فيلم. بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وتاكد ان انت مفعل الجرس بتاع الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات اول باول. عندك حسابات السوشيال ميديا موجودة تحت في الديسكريبشن وظاهرة قدامك دلوقتي على الشاشة، ممكن انت تتابعني عليها. ولو عندك اي رأي اكتبولي تحت في التعليقات، كده كده برد على الكل. واشوفكم المرة الجاية، وبيس.